مصر تواصل إرسال المساعدات العاجلة للبنان لمواجهة تداعيات انفجار المرفأ. استقالة 4 وزراء رسميا من الحكومة اللبنانية وسط تلويح آخرين بالاستقالة. والقوات المسلحة تستعد لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ وتوفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم. الثالثة عصرا في القاهرة والواحدة بتوقيت غرينتش، أهلا بحضراتكم في نشرة إخبارية جديدة مفصلة تأتيكم من إكسترا نيوز. بداية هذه النشرة مع ليلاس كافوزي. إليك ليلاس. شكرا لك يا دينا وأهلا بكم مشاهدينا. وفي البداية نرجو من حضراتكم أخذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا، احمي أهلك احمي بلدك. أما بداية هذه النشرة فهي بتطورات المشهد اللبناني. بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي واصلت مصر فتح الجسر الجوي لإرسال المساعدات العاجلة للبنان لمواجهة تداعيات انفجار مرفأ بيروت، حيث وصلت لبنان طائرة نقل عسكرية ثالثة محملة بشحنة مساعدات عاجلة تضمنت كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية. استكمالاً لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بفتح جسر جوي لتقديم المساعدات العاجلة إلى الأشقاء في الجمهورية اللبنانية لتجاوز أزمتها الحالية، أقلعت طائرة النقل العسكرية الثالثة والمحملة بشحنة مساعدات عاجلة تضمنت كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية لبنان الشقيقة. جانبه قدم مندوب قيادة الجيش اللبناني العميد الركن إلياس جبر الشكر والتقدير للقيادة المصرية والتي دائما ما تقف إلى جوار دول العالم فيما تمر به من كوارث وأزمات. باسم العماد قائد الجيش بحب أتشكر دولة مصر الشقيقة على المساعدة السريعة والقيمة اللي عم تقدمنا إياها. نحن معودين على الدولة المصرية على تهد دغري لنجدتنا بالكوارث ونجدة الأشقاء كلهم سوا. منتشكر فخامة الرئيس السيسي، منتشكر الشعب المصري. كما أعرب رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللبنانية لواء الركن محمد خير عن عميق شكره وامتنانه للجهود المصرية الكبيرة والمستمرة والوقوف بجانب الشعب اللبناني في محنته الحالية. هي دليل على تاريخ العلاقات اللبنانية المصرية اللي فشل التاريخ حياة الكارثة اللي وقعت على لبنان وعلى مدينة بيروت بصورة خاصة لا تقدر بأثمان، خاصة يعني الوقوف الشعب المصري والدولة المصرية اللي إلى جانب المتضررين وإلى جانب الشعب اللبناني وإلى جانب الدولة. هذا دليل خير وعافية للعلاقات اللبنانية المصرية. يأتي ذلك الجسر الجوي تأكيدا على دور مصر الفاعل ودعم الجهود الإنسانية الإقليمية والدولية الرامية للتخفيف من معاناة أبناء الشعب اللبناني.
بدأت جلسة مجلس الوزراء اللبناني في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الوزراء حسان دياب. تناقش الحكومة ملف انفجار بيروت وإمكانية إحالته إلى المجلس العدلي. يأتي اجتماع الحكومة وسط أنباء عن نية الحكومة تقديم استقالتها بعد تقديم 4 وزراء رسميا استقالاتهم لرئيس الحكومة. هذا وكان وزير المال اللبناني غازي وزني قد قدم استقالته لرئيس الحكومة حسان دياب، كما قدمت وزيرة العدل ماري كلود نجم أيضا استقالتها لرئيس الوزراء، مضيفة في خطاب أنها قدمت استقالتها بسبب انفجار بيروت والاحتجاجات التي تشهدها البلاد. هذا وكانت وزيرة الإعلام اللبنانية ووزير البيئة والتنمية الإدارية قد تقدما أيضا باستقالتيهما أمس الأحد. قال وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي إن الاستقالة في هذا الوقت تعني الهروب من المسؤولية. كانت وسائل إعلام لبنانية قالت إن وزير الداخلية سيتجه للاستقالة من الحكومة اليوم. قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن استقالة الحكومة ليست حلا، وخلال مؤتمر صحفي شدد جعجع على ضرورة تغيير السلطة الحالية في لبنان بأي طريقة كانت، مطالبا بانتخابات نيابية مبكرة حسب القانون الحالي. هذا واعتبر جعجع أن الأكثرية النيابية أوصلت البلد للحضيض ويجب تغييرها بانتخابات مبكرة. نحن استقالة الحكومة لا تعنينا، بمعنى أنه لا بتقدم ولا بتأخر، لأنه إذا اللي شكلوا هالحكومة ما هن اللي بعدهم بدهم يشكلوا حكومة غيرها ما ممكن استفدنا. يعني أي حكومة بدها تيجي من جديد رح تيجي يعني يا أختها الحكومة يا بنت أختها الحكومة يا بنت خالتها، وبالتالي رح نضل محلنا. طالما المجموعة المسلطة على السلطة باقية ما فينا نتأمل أي خير. مشان هيك نحن هدفنا نروح على لب المشكلة، مش نضل بأشورة. للأسف الحكومة الحالية للأسف ولهيك هيدي واحدة من أشور الأزمة، مش الأزمة الفعلية. تروح على لب المشكلة بدك تروح على المجلس النيابي، هونيك لب المشكلة بالوقت الحاضر، لأنه في أكثرية نيابية معينة هي وصلت الأمور، وصلت اللي وصلت ووصلت الأمور لهون، هاي بدها تغيير. وتواصل السلطات اللبنانية جلسات الاستماع والاستجواب لرؤساء الأجهزة الأمنية للاطلاع منهم على المعلومات التقنية التي توفرت لديهم بحكم مناصبهم في شأن انفجار مرفأ بيروت وكيفية وقوعه وملابسات حدوثه، حيث استمعت النيابة العامة إلى إفادة مدير عام جهاز أمن الدولة اللواء توني صليبة، فيما أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن قاضي التحقيق سيستمع إلى إفادات وزراء الأشغال السابقين. وجهت مجموعة من الحراك الشعبي دعوات للتجمع في ساحة رياض الصلح وسط العاصمة بيروت، وذلك بالتزامن مع اجتماع مقرر للحكومة اللبنانية. هذا وكانت شوارع بيروت شهدت أمس يوما ثانيا من المظاهرات تخللتها مواجهات عنيفة مع محاولات المحتجين الوصول إلى مقر البرلمان الذي شهد صدامات بين قوى الأمن والمحتجين. تتواصل لليوم الثاني على التوالي عمليات تصويت المصريين في الخارج في انتخابات مجلس الشيوخ عبر البريد، فيما دعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم جموع المواطنين للمشاركة بكثافة في انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل التي ستجرى يومي غدا وبعد غد. وصلت وزيرة الدولة للهجرة نبيلة مكرم متابعة فعاليات اليوم الثاني والأخير لمشاركة المصريين بالخارج في التصويت لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ. وأوضحت مكرم في تصريحات خاصة لأكسترا نيوز أن غرفة عمليات الوزارة تتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات للرد على أي استفسارات للمواطنين في الخارج أو تذليل أي عقبات قد تعترضهم أثناء عملية التصويت.
الفريق بيعمل منذ صباح الباكر على تلقي هذه الاستفسارات، والحقيقة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات بنقدر ان احنا نوصل للمواطن يعني كافة الردود الممكنة على الاستفسارات الواردة لغرفة العمليات. الكثير من الاستفسارات طبعا ما زالت بتدور حول إمكانية ان هو يتقدم بنفسه لمقر القنصلية. طبعا بعد موضوع انه اليوم الأحد امبارح كان في أجازات لمكاتب البريد في الدول الأمريكية وأستراليا ونيوزيلندا وكندا، كان في بعض الطلبات بإمكانية يعني مد فترة التصويت للمصريين في الخارج يوم آخر. كل هذه الطلبات بتحال على طول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات. وقد اتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة كافة الترتيبات والإجراءات المرتبطة بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالدولة لتنظيم أعمال تأمين انتخابات مجلس الشيوخ على مستوى الجمهورية وتوفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم. القوات المسلحة المصرية مستعدة دائما تأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020. في إطار استعدادات القوات المسلحة لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020، اتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة كافة الترتيبات والإجراءات المرتبطة بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للانتخابات وكافة الأجهزة المعنية بالدولة بتنظيم أعمال تأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020 على مستوى الجمهورية وتوفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية تجاه الشعب المصري، حيث تشترك القوات المسلحة في تأمين الانتخابات بعناصرها في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية. وقد حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطيات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدي لكافة التهديدات التي يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان، وذلك بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية في محيط اللجان الانتخابية ومنع أي محاولة من شأنها التأثير على عملية الاقتراع. القوات المسلحة المصرية مستعدة دائما تأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020. اتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع الإجراءات الاحترازية داخل جميع لجان الاقتراع للوقاية من فيروس كورونا، حيث يتم تعقيم اللجان قبل بدء العملية الانتخابية على أن يتم تعقيمها مرة أخرى بعد انتهاء العملية الانتخابية في نفس اليوم. وألزمت الهيئة الوطنية كل ناخب ومرشح وجميع المشرفين على اللجان بارتداء الكمامات. هذا وأكدت الهيئة أنه لن يسمح بالدخول لمقر اللجان بدون ارتداء الكمامات. وتنطلق غدا الانتخابات في الداخل، ويدلي 63 مليون ناخب ممن لهم حق التصويت بأصواتهم من خلال 14,000 لجنة فرعية، ويشرف على العملية الانتخابية نحو 17,000 قاض بمعاونة نحو 120,000 موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة. أعلن وزير التنمية المحلية محمود شعراوي انتهاء المحافظات من كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ. أشار شعراوي إلى أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى للأجهزة التنفيذية والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالمحافظات وفتح غرف العمليات للمتابعة على مدار الساعة، موجها المحافظين باستمرار المرور الدوري على مدار يومي التصويت لمتابعة سير عملية التصويت وتقديم التيسيرات للمواطنين وحل أي مشكلات أو معوقات على الفور والتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية.
تفقد المحافظون عددا من المقرات الانتخابية للاطمئنان على جاهزية المقرات لاستقبال الناخبين خلال انتخابات مجلس الشيوخ. هذا وأكد المحافظون الاستعداد التام للانتخابات وتهيئة الأجواء أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم. وشدد المحافظون على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي بين الناخبين، مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة. هذا بالإضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم وتوافر مواد التعقيم والتطهير. محافظة أسوان جاهزة تماما ومستعدة لاستقبال الناخبين، وإن شاء الله يعني اللجان جاهزة، وبعد ما تأكدنا تماما من البنية التحتية والمولدات الكهربائية الاحتياطية في جميع اللجان. احنا عندنا 255 لجنة فرعية و8 لجان عامة، كله جاهز، تم المرور عليهم بواسطة رؤساء المراكز والمدن. زي ما انتم شايفين المدرسة النهاردة دي فيها لجنة واحدة، واخدين كل الإجراءات التعقيم من خلال مديرية التربية والتعليم والطب البيطري، أيضا واخدين الإجراءات الاحترازية من حيث المواطنين. أول ما هيدخل المواطن أو الناخب هيلاقي المكان اللي يقدر يقف فيه بمسافات متباعدة بينه وبين المواطن الآخر. بدأنا برضو أن احنا يحطوا علامات في الأرض عشان المواطنين نفسهم ما يتلخبطوش حتى إزاي في طريقة الوقوف والسير لحد ما يوصل للجنة. وطبعا هو بشكل عام في توجيهات ان تبقى عمليه الاقتراع تبقى سريعه. عندنا في اللجنه في محافظتنا 368 لجنه راسيه و478 لجنه فرعيه، عندنا تقريبا حوالي 2 مليون و27 الف مواطن ان شاء الله لهم صوت انتخابي. طبعا احنا عدينا النهارده على اللجان وما زلنا بنمر زي ما احنا بنمر مع بعض دلوقتي، نتاكد طبعا ان كل الاجراءات ان شاء الله ان احنا جاهزين للانتخابات بنسبه 100%. طبعا احنا في ظروف مختلفه، ظروف كورونا زي ما احنا عارفين، وبالتالي بنتاكد طبعا على التباعد والبعد الاجتماعي ما بين المواطنين عشان ما يحصلش اي تفشي للفيروس او للوباء. المحافظه طبعا هي مترميه الاطراف، طبعا من اخر مركز عندنا الفرافره لغايه باريس حوالي اكتر من 700 ل 800 كيلو، يعني فيهم حوالي 160 الف ناخب، عندنا 60 موزعين على 60 لجنه، باللجان الكبرى بتتواجع في مدينه الخارجه ومدينه الداخله، وفي مركز فرافره بلاط وباريس فيهم لجان من 7 ل 10 لجنه يعني، اما اللجان الرئيسيه كلها موجوده في مدينه الداخله ومدينه الخارجه. احنا انهينا كل الاستعدادات اللي هي الاداريه والامنيه والاجراءات الاحترازيه والمطهرات وتعقيم اللجان، واستقبلنا النهارده القضاه، وصلوا في طياره من القوات المسلحه، وان شاء الله هيبداوا يتوزعوا على اللجان ان شاء الله، بنبدا العمليه الانتخابيه باذن الله، وعي للمواطنين كلهم، واحنا بندعو كل الناس انها تطلع تستحق الانتخابي. النهارده كنا بنتفقد المدارس واللجنه العامه علشان خاطر نتاكد ان كل حاجه جاهزه ان شاء الله، سواء لاستقبال الساده القضاة اللي هيكونوا موجودين ان شاء الله، او الناخبين اللي هيكونوا موجودين من بكره باذن الله لمده يومين. احنا عندنا حوالي نقدر نقول 1,876,000 ناخب موزعين على 481 لجنة عامة ب 532 لجنة فرعية، فهو العدد وإن كان كبير ولكن حسن التنظيم إن شاء الله هيكفل، إن شاء الله نقدر نقدم للناس حاجة كويسة وتكون فخر لمصر وبنسيف كلها إن شاء الله.
مفتي الجمهورية شوقي علام المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الوطنية وانتخابات مجلس الشيوخ. وقال المفتي في بيان له إن المشاركة الفعالة في الانتخابات وإبداء الرأي الحر الذي تمليه مصلحة الوطن أيا ما يكون هذا الرأي واجب وطني، موضحا أن واجب المشاركة في الاستحقاقات الديمقراطية ومنها انتخابات مجلس الشيوخ نابع من الحب والانتماء للوطن. أكدت وزيرة الصحة هالة زايد التواصل الدائم والمستمر مع كافة الجهات الدولية التي تجري تجارب سريرية على لقاحات فيروس كورونا، مشيرة إلى العمل على توفير احتياجات مصر من تلك اللقاحات بعد الانتهاء من التجارب السريرية وثبوت فعاليتها. وخلال اجتماع بمديري مستشفيات الحميات على مستوى الجمهورية، شددت وزيرة الصحة على ضرورة التزام جميع الفرق الطبية بالبروتوكولات المحدثة لتشخيص وعلاج مرضى فيروس كورونا وبروتوكولات مكافحة العدوى، كما اطمأنت على توفر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات. أظهر إحصاء لوكالة رويترز ارتفاعا كبيرا في عدد ضحايا فيروس كورونا حول العالم، حيث بلغ عدد الوفيات حتى الآن أكثر من 731,000، فيما اقترب عدد المصابين من 20 مليون مصاب. أضاف الإحصاء أن الولايات المتحدة احتلت المرتبة الأولى في قائمة الدول الأكثر تضررا في العالم، فيما جاءت البرازيل في المرتبة الثانية والمكسيك كحلت ثالثة. أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا داخل الولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت إلى 5,044,864 حالة، وذلك عقب تسجيل 46,935 إصابة جديدة. وأضافت الجامعة أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى 162,938 حالة عقب تسجيل 515 حالة وفاة جديدة. أعلنت السلطات الصحية البرازيلية أن حصيلة ضحايا فيروس كورونا في البلاد ارتفعت خلال الساعات الـ 24 الماضية بواقع 572 وفاة و23,000 إصابة جديدة. وبحسب بيانات وزارة الصحة البرازيلية، فقد تم تسجيل أكثر من 3,035,000 إصابة، منها 100,000 حالة وفاة. تحتل البرازيل كما ذكرنا المرتبة الثانية على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا. وجه الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو انتقادات حادة لشبكة تلفزيون شهيرة في بلاده بعد أن حملته مسؤولية وفاة أكثر من 100,000 شخص بفيروس كورونا. وقال بولسونارو في تغريدة على تويتر إن التضليل الإعلامي بات أكثر فتكا من الفيروس، مشيرا إلى أن بعض القنوات الفضائية في بلاده تستخدم فيروس كورونا لغايات سياسية من شأنها أن تؤدي بدورها إلى وفيات على حد تعبيره. وقع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على مرسوم يقضي بتمديد حالة الطوارئ المعلنة في بلاده، وذلك على خلفية فيروس كورونا لمدة 30 يوما. أكد مادورو أن تمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ 13 من شهر مارس الماضي يتيح للحكومة اتخاذ حزمة التدابير والخطوات اللازمة لمحاربة تفشي الفيروس. وإلى المكسيك، حيث أعلنت وزارة الصحة تسجيل 292 وفاة و 4376 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا. هذا ووصل إجمالي الإصابات إلى أكثر من 480,000 إصابة ونحو 52,300 وفاة. وتسجل المكسيك ثالث أكبر عدد لضحايا الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل.
أعلن مسؤول ولاية فيكتوريا الأسترالية وفاة 19 شخصا بالفيروس في 24 ساعة الماضية كأعلى محصلة يومية للضحايا بأستراليا منذ ظهور الوباء، بينما تم تسجيل 322 إصابة جديدة كأقل عدد إصابات يومية خلال أسبوعين. أعلنت السلطات الصحية في روسيا عن وفاة 70 شخصا وتسجيل أكثر من 5000 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بدء تفشي الفيروس إلى ما يزيد على 890 ألفا، فيما تخطت الوفيات 15 ألفا. كشف موقع نورديك مونيتور السويدي عن أن الاستخبارات التركية اختطفت مدرسين أتراك من مولدوفا ثم أدنتهم بتهم جنائية وهمية ترتبط بالإرهاب. قال الموقع إن المعلمين الذين تم ترحيلهم قسرا إلى تركيا اتهمهم المدعي العام التركي بالانتماء إلى جماعة إرهابية وفق تحقيق استند إلى ملفات تجسس أرسلها دبلوماسيون أتراك في مولدوفا دون أي دليل ملموس على ارتكاب مخالفات. أشار الموقع أيضا إلى أن المدرسين الأتراك مسجونون حاليا في تركيا. أيضا في الشأن التركي، قالت عضو مجلس النواب التركي سالين سايقبوك أن النظام الحاكم بزعامة أردوغان يدفع بيديه تركيا إلى الهاوية على خلفية الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تشهدها البلاد منذ فترة. وأضافت النائبة عن حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا أن نظام أردوغان وضع يده على مقدرات تركيا بشكل ينقل تبعيتها لشركات عائلة أردوغان، ويسعى حاليا لاستخدام الاحتياطي النقدي من الدولار للحفاظ على الليرة من الانهيار، مؤكدة أن الأشهر الأربعة الأخيرة شهدت تبخر 4 مليارات دولار من الاحتياطي النقدي الأجنبي. تقدم عدد كبير من العاملين بالقطاع الطبي في تركيا بطلبات الاستقالة والتقاعد بسبب غياب التعويضات الخاصة أثناء مواجهة فيروس كورونا، وأشارت تقارير غرف الأطباء في ولايات تركية عدة إلى ازدياد طلبات الاستقالة والتقاعد إثر ارتفاع عدد الإصابات اليومية بالفيروس، فيما أشار رئيس الغرفة الطبية بولاية مانيسا إلى أن الأطباء يعملون بظروف قاسية وجها لوجه في مواجهة الموت وعدم دفع تعويضات إضافية لهم، ما يلحق الضرر بالقطاع الطبي. تراجعت الليرة التركية مجددا اليوم بعد أن لامست مستوى قياسيا منخفضا خلال الأسبوع الماضي، وهبطت الليرة بنسبة 0.8% مقابل الدولار وسط مواصلة البنك المركزي رفع بعض تكاليف الاقتراض عبر قنوات خلفية، وذلك لتحقيق الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي. حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مجددا من خطورة وضع السفينة الصافر قرب السواحل اليمنية والتي تحمل 1 مليون برميل من النفط، ودعا أبو الغيط مجلس الأمن إلى تدخل بصورة فورية لتمكين فريق الأمم المتحدة من دخول السفينة وإجراء الصيانة المطلوبة حيث لم تجرى لها أي صيانة منذ العام 2015. ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة الجامعة العربية عن أبو الغيط قوله إن موقف الحوثيين لا مبالي بهذه الكارثة المحتملة يعكس انعدام اهتمامهم بكافة المآسي التي يعانيها الشعب اليمني. أعلنت الصين فرض عقوبات على 11 أمريكيا بينهم السيناتوران ماركو روبيرو وتاد كروز، وذلك ردا على قرار واشنطن تجميد أصول رئيسة سلطة هونغ كونغ التنفيذية كاري لام وعشرة مسؤولين صينيين كبار.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية أن المسؤولين الأمريكيين تصرفوا بشكل سيء فيما يتعلق بمسائل على صلة بهونغ كونغ، ما يعد تدخلا صارخا في شؤون الصين الداخلية وانتهاكا جديا للقانون الدولي على حد تعبيره. استقبلت رئيسة تايوان تساي إنغ وين وزير الصحة الأمريكي أليكس أزار، ويرأس أزار وفد بلاده خلال الزيارة التي تعد الأولى لمسؤول أمريكي رفيع المستوى إلى تاي بي منذ عام 79. كانت الصين قد اعتبرت أن الزيارة تعد تهديدا للأمن والاستقرار، حيث تأتي هذه الزيارة أيضا في وقت يتفاقم التوتر بين بكين وواشنطن بشأن مسائل عدة. قالت اللجنة المركزية للانتخابات في بيلاروسيا أن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية أظهرت أن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو فاز بنسبة 80% من الأصوات. وأضافت اللجنة أن سفيتلانا تيخانوسيكايا منافسة لوكاشينكو في الانتخابات حصلت على نسبة 9.9% من الأصوات. نبقى في بيلاروسيا، حيث قتل شخص وأصيب العشرات في اشتباكات بين الشرطة ومحتجين بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد، وخرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع للاحتجاج بعد أن أظهرت النتائج الأولية فوز الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بفترة ولاية سادسة. كانت الشرطة شنت حملة اعتقالات واسعة جراء الاحتجاجات التي شارك بها الآلاف من أنصار مرشحة المعارضة سفيتلانا تيخانوسكايا، حيث تم اعتقال نحو 3000 شخص في جميع أنحاء البلاد. أعلن المبعوث الخاص الأمريكي بشأن عملية السلام في أفغانستان زلماي خليلزاد أن الولايات المتحدة الأمريكية تتوقع بدء المحادثات بين الأطراف الأفغانية خلال الأيام القادمة. وكتب خليلزاد على صفحته في تويتر أن هناك فرصة تاريخية لتحقيق السلام في أفغانستان من خلال العملية التفاوضية التي تبدأ ببلورة اتفاق حول خارطة الطريق اللاسياسية وضمان الوقف الدائم لإطلاق النار، مؤكدا أن الولايات المتحدة تريد لأفغانستان أن تكون دولة ذات سيادة موحدة ديمقراطية. أعلنت حركة طالبان الأفغانية أنها مستعدة لإجراء محادثات سلام مع حكومة كابول خلال أسبوع بعد الإفراج عن حوالي 400 سجين من مسلحي الحركة. وقال الناطق باسم طالبان سهيل شاهين أنه إذا اكتمل الإفراج عن السجناء فطالبان أو الحركة مستعدة لإجراء محادثات سلام مع السلطات الأفغانية خلال أسبوع.
تابع رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبول الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير القرى المصرية حياة كريمة في محافظة مطروح. وجدد رئيس الوزراء التأكيد على اهتمام كافة أجهزة الدولة بالعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، خاصة مواطني القرى الأكثر احتياجاً. وشملت المرحلة الأولى 5 قرى باستثمارات تقدر بنحو 86 مليون و200 ألف جنيه، يستفيد منها نحو 7000 مستفيد. كما تابع مدبولي خطوات إعادة هيكلة الوزارات والجهات التابعة لها، وذلك في الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة بهيكل مختلف يضمن قيامها بالأعمال المكلفة بها بسرعة ودقة مع ترشيد الإنفاق. وجه مدبولي بضرورة أن تكون الهياكل التنظيمية بسيطة جدا ولا يتم التوسع في إنشاء التقسيمات الإدارية، مؤكدا أن بساطة الهيكل التنظيمي تمكن كل جهة من أداء أعمالها بشكل أفضل، وهذا الأمر يعتبر في غاية الأهمية وتوجها عالميا. كما وجه رئيس الوزراء بمراجعة كافة الجهات الحكومية ودراسة إمكانيات دمج التقسيمات والجهات ذات الأنشطة المتشابهة، ما يسهم في تقديم خدمات أفضل وصنع سياسات عامة تستجيب لاحتياجات المواطنين. وجه وزير الداخلية محمود توفيق بتدعيم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بالمقرات الانتخابية بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة، بالإضافة إلى قوات التدخل السريع وعناصر البحث الجنائي والشرطة النسائية، وتكثيف الدوريات الأمنية تزامنا مع انتخابات مجلس الشيوخ داخل وخارج المدن والطرق والمنافذ. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع مساعديه بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، حيث التقى بمديري الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وذلك لمتابعة خطة تأمين انتخابات مجلس الشيوخ. هذا وأكد وزير الداخلية أن تعاون المواطنين عامل أساسي في نجاح الخطط الأمنية، مشددا على حسن معاملة المواطنين واحترام حقوق الإنسان وتقديم العون والمساعدة للمواطنين، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة حال ترددهم للإدلاء بأصواتهم، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بمحيط اللجان الانتخابية بما يكفل سلامة وصحة المواطنين. كانت أجهزة وزارة الداخلية قد أنهت استعداداتها الأمنية اللازمة لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية. أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج الأهمية التي توليها مصر لموضوعات مكافحة الإتجار بالبشر، وخلال كلمتها في إحياء اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر تعهدت القباج ببذل قصارى الجهود لمنع الإتجار بالبشر وتوفير الحماية وإعادة التأهيل للضحايا.
كانت مصر من أولى الدول التي صدقت على الاتفاقيات الدولية لبروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الإتجار بالبشر والميثاق العربي لحقوق الإنسان، كما أصدرت الحكومة المصرية قانون رقم 64 لعام 2010 الذي يجرم الإتجار بالبشر لأغراض العمل القسري أو الاستغلال الجنسي بكافة أشكال. ولقد تشرفت الوزارة بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لإنشاء أول مركز لحماية وتأهيل وتمكين ضحايا الإتجار بالبشر وإعادة دمجهم بالمجتمع بواسطة كوادر مدربة ومؤهلة من القطاع الحكومي والأهلي، هذا بالشراكة مع المجلس القومي للطفولة والأمومة وجمعية الهلال الأحمر المصري. نتعهد بأن نبذل قصارى الجهود لمنع مثل هذه الممارسات في المستقبل ولتوفير كافة أشكال الحماية والتأهيل والتمكين للنساء والأطفال في مصر. أطلقت وزارة البترول مبادرة بالتنسيق مع شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر للمساهمة بقيمة 5,400,000 جنيه لتمويل شراء مستلزمات ومعدات طبية ووقائية. وقامت الشركات المشاركة في المبادرة بتسليم الدفعة الأولى من المستلزمات الطبية والوقائية بمقر وزارة الصحة. تأتي هذه المساهمات في إطار المسؤولية الاجتماعية لشركات البترول وتضافر الجهود بين وزارتي البترول والصحة لتقديم الدعم والمساندة في مواجهة الأزمات. بحث وزير الري محمد عبد العاطي ووزير الزراعة السيد القصير آلية تحديث منظومة الري والتحول لتطبيق طرق الري الحديثة في الزراعة ومتابعة حل القضايا المشتركة بين الوزارتين، وتم التوجيه باتخاذ كافة الإجراءات لتطبيق طرق الري الحديثة. هذا ووجه الوزيران بالعمل على تنفيذ الخطط الموضوعة للتوسع في استخدام طرق الري الحديثة طبقا لجداول زمنية محددة، مع العمل على رفع وعي المواطنين بأهمية وقيمة المياه والجدوى الاقتصادية من المشروع. كما تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مشترك يستهدف التوسع في نظم الري الحديث بمحافظتي بني سويف والمنيا. وقع وزيرا الزراعة والاتصالات بروتوكول تعاون لتطوير البنية التكنولوجية لوزارة الزراعة. وقال وزير الزراعة السيد القصير إن بناء منظومة عمل رقمية تحقق طفرة في تقديم الخدمات للمزارعين، فيما أوضح وزير الاتصالات عمرو طلعت أنه سيتم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في زيادة ترشيد استهلاك مياه الري. بحثت وزيرة التجارة نيفين جامع مع أعضاء المجلس التصديري للصناعات الدوائية، بحثت سبل النهوض بكافة الصناعات التابعة للقطاع وإمكانيات زيادة معدلات التصدير للأسواق العالمية. وقالت جامع أن قطاع الصناعات الدوائية يمثل أحد أهم القطاعات الصناعية بالاقتصاد المصري، حيث يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية، لافتة إلى أن هناك فرصا كبيرة لمضاعفة صادرات الأدوية المصرية لأسواق الدول العربية ودول القارة الأفريقية. أعلنت وزارة المالية تحصيل نحو 3,500,000,000 جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الإسكندرية في يوليو الماضي. واستعرضت الوزارة الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة، وما يسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات وتقليص زمن الإفراج الجمركي وتلبية احتياجات السوق المحلية والإسهام في استقرار الأسعار. Thank you.
رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي في العام القادم إلى 6.2% بدلا من 5.6% بدعم من توقعاته بشأن لقاح لفيروس كورونا. هذا وعدل البنك توقعاته لمعدل البطالة ليهبط إلى 9% بنهاية العام الجاري وعند 6.5% بنهاية العام القادم، لكن البنك الأمريكي حذر من مخاطر هبوطية على المدى القريب تتعلق بفشل الكونغرس في التصديق على حزمة للإغاثة المالية للمجالات الاقتصادية الأكثر تضررا من جائحة كورونا. توقعت الشركات الألمانية قيودا على الحياة العامة لثمانية أشهر أخرى بسبب فيروس كورونا نتيجة صعوبات التعافي من التباطؤ الناجم عن الجائحة. وأشار معهد إيفو الاقتصادي لأن نظرة شركات الترفيه وهي الأشد تضررا من الأزمة اتسمت هذه النظرة بالتشاؤم على نحو خاص، متوقعة استمرار القيود 13 شهرا أخرى، في حين كان قطاع المشروبات هو الأكثر تفاؤلا حيث توقع انتهاء القيود في غضون 6 أشهر. وإلى أخبار الرياضة مشاهدين الكرام، حيث قررت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد كرة القدم بتأجيل مباراة فريقي المصري وحرس الحدود، وأكدت نتائج المسحات التي أجريت في ساعة مبكرة من صباح اليوم على لاعبي المصري ولعدد إضافي من اللاعبين معظمهم من الناشئين استمرار إيجابية 12 حالة. استأنف فريق الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش دون الحصول على راحة بعد مواجهة إنبي في الدوري الممتاز والتي انتهت بفوز الشياطين الحمر بهدفين نظيفين في مباراة مؤجلة من الجولة 15 للمسابقة، ليواصل ابتعاده بصدارة جدول الترتيب برصيد 52 نقطة. ويواجه الأهلي فريق الإنتاج الحربي الجمعة المقبلة ضمن لقاءات الجولة 19 من المسابقة. وقد حرص غني فايلر المدير الفني للأهلي على إجراء تقسيمة قوية للاعبين الذين لن يشاركوا في مباراة إنبي، وذلك في نهاية المران الجماعي. تنطلق اليوم منافسات الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي بإقامة مباراتين يلتقي خلالهما مانشستر يونايتد مع كوبنهاجن، ويلعب إنتر ميلان أمام باير ليفركوزن. من جديد تشهد بطولة الدوري الأوروبي مواجهات مثيرة في افتتاح منافسات الدور ربع النهائي، وعلى ملعب رين انرجي يلتقي مانشستر يونايتد الإنجليزي مع كوبنهاجن الدنماركي، ويواجه انتر ميلان الإيطالي منافسة باير ليفركوزن الألماني على ملعب سبيريت أرينا. ربع نهائي اليوروبا ليج سيقام في ألمانيا بنظام المباراة الفاصلة بناء على قرار من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لتعذر إقامتها بنظام الذهاب والإياب بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا. ويدخل مانشستر يونايتد المباراة وعينه على الوصول لقبل نهائي البطولة القارية والاستفادة القصوى من انطلاقته الناجحة في دور 16 بعد تغلبه على لاس كلينز النمساوي بهدفين مقابل هدف في الإياب، مستفيدا من فوزه ذهابا خارج ميدانه بخماسية نظيفة. أما كوبنهاجن الدنماركي فقد انتزع بطاقة التأهل بفوزه بثلاثية على اسطنبول باشاك شهير التركي في مباراة الإياب ليعوض هزيمته بهدف نظيف ذهابا.
وعلى جانب آخر يطمح إنتر ميلان لجلب المجد الأوروبي إلى سان سيرو مرة أخرى عندما يواجه ليفركوزن الألماني. وصعد فريق المدرب أنطونيو كونتي إلى الدور ربع النهائي بفوزه على ختافي الإسباني بهدفين نظيفين، بينما حجز ليفركوزن بطاقة التأهل بعد فوزه على رينجرز الاسكتلندي بثلاثة أهداف لهدف في الذهاب وتكرار الفوز إيابا بهدف نظيف، ليقترب الفريق الألماني من حلم اللقب الأوروبي. يواجه فريق ولفرهامبتون الإنجليزي غدا الثلاثاء فريق إشبيليا الإسباني ضمن منافسات دوري ربع النهائي من الدوري الأوروبي. وكان ولفرهامبتون قد عبر إلى هذا الدور بعدما أقصى فريق أولمبياكوس اليوناني من دوري 16 بهدف دون رد. هذا وصعد فريق إشبيليا بعدما تفوق على فريق روما الإيطالي بثنائية نظيفة. مشاهدينا، في ختام هذه الجولة من الأخبار نذكر حضراتكم بأبرز ما ورد بها من أنباء. مصر تواصل إرسال المساعدات العاجلة للبنان لمواجهة تداعيات انفجار مرفأ بيروت. استقالة أربعة وزراء رسميا من الحكومة اللبنانية وسط تلويح آخرين بالاستقالة. والقوات المسلحة تستعد لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ وتوفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم. انتهت النشرة مشاهدينا الكرام، وفي النهاية نحيط علم حضراتكم بأن لا تردد الجديد لقناة أكسترا نيوز أصبح 11785 بي. كنا معكم دينا زهرة وأنا ليلى كفوزي في هذه النشرة الإخبارية. شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.